السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف اللايف سي بيلدر، اقول له نيو وابدأ اختار له اسم مثلا 66، هقول له امتي، هيبدأ يجيب لي الملف فاضي وابدأ انا احدد كل دور هيبقى ارتفاعه كام او اوتوماتيك، ونبدأ يبقى في مبنى موجود من اي مشروع اخر، هقول له اكسبت. كده احنا بنبدأ من سكراتش من زيرو، بقول له الادوار اللي فوقيه تمام اهو، وممكن اقول له الادوار اللي تحت الارض. اقدر اغير الارتفاعات ديت، اقدر اعمل اديت في اي وقت، اقدر ازود اي دور في النص، اقدر اعمل ديليت، هقول له اكسبت. بيقول لي هل انت عايز تدخل الملفات دلوقتي؟ هقول له اه تمام. دلوقتي هبدا اعمل سيلكشن للملفات اللي انا محتاجها، ليكن مثلا دوت مثلا، ممكن ما يكونش دي الادوار يعني، انا مش مجهزهم ان تكون الادوار فرض يعني. اقول لكم مثلا دول، هقول له اوكي، هيبدا يحطهم لي هنا. لو في اي وقت عايز تعمل ابديت تقدر تعمل ابديت من هنا. انا اشوف موضوع الليارات، طيب هقول له اكسبت. طيب كده احنا عملنا ايه؟ عملنا ادوار الجراوند الاول تاني تالت، وحطينا له بعض الملفات تمام. كل واحد من دول بيبدا يجيب لي الليارات اللي موجوده، بحيث ان انت عايز تخفي اي لير تقدر تخفيها، تقدر تتحرك واحد لاعلى الليسته الاقل لتحت الليسته، ممكن تنسخه لملف اخر، ممكن تعمله ديليت، ممكن تضيف اي عنصر للقائمه ديت تمام. تقدر تحدد من هنا الاجزاء اللي هتبقى ظاهره. ده هنا جرو فيو، يعني بقول له مثلا ان عندي مثلا البيزمنت، ده مثلا البيزمنت، خلاص هو عارف ان البيزمنت هيظهر فيها اللوحه دي، الجراوند هيظهر فيها اللوحه دي، الفلور الاول هيظهر فيها اللوحه دي، دوت هيظهر فيها اللوحه دي، وهكذا. اكسبت اكسبت، خلاص هو كده عارف اللوحات بتاعتنا هتبقى موجوده فين تمام. بدأ يجيب لي الحاجات اقدر اتحكم فيهم، اقول له انا عايز اروح مثلا للروف، هيبدأ يجيب لي الروف وهكذا. طيب ممكن اقول له بقى انا عايز اعمل هنا فلور جروبس، بيبدأ يظهرهم لي لو انا عايز اعدل فيهم. ممكن اقول له هنا ارتكشر، انا عايز بقى ابدأ ارسم الوول والحاجات ديت